على مدى الحلقات السابقة من الظهيرة كان هناك احتفاء منا بمجموعة أبطال رياضيين حققوا مكاسب مهمة في بطولات محلية ودولية في مختلف الرياضات الفردية أو كفرق، وهو هذا موسم البطولات حقيقة. اليوم سنأخذكم إلى المشاركات الرياضية النسوية ونحتفي ببطلة عراقية هي مروة قيس. مروة هي خريجة كلية التربية البدنية علوم الرياضة ولاعبة المنتخب الوطني لرمي المطرقة وصاحبة جميع الأرقام العراقية للفئات في رمي المطرقة. حصلت على المراكز الأولى في بطولات الخارجية، بطولة العالم في روسيا، حصلت على المركز السابع في بطولة آسيا، وحصلت على المركز الأول في بطولة العرب في تونس، وحققت رقم عراقي جديد لمسافة 48 متر في رمي المطرقة، وشاركت أيضا في بطولة آسيا في تايلاند وبطولة العرب في مصر للمتقدمين، وسجلت رقم عراقي جديد لهذه الفئة. وطبعا هي مثلت العديد من الأندية العراقية، نادي الكهرباء، نادي نفط بغداد، نادي الفتاة بغداد، نادي بلادي، ونادي الاتصالات أو الجنسية، ونادي الجيش، ونادي دجلة. ستكون ضيفتي الأولى في ظهيرتنا اليوم وتنضم لنا من الاستوديوهات الشرقية ببغداد. أهلا وسهلا ببطلتنا مروة. يا أهلا وسهلا بيج مروة. أهلا وسهلا بيج وبكل اللي يتابعونا حاليا، وجمعة مباركة على الجميع يا رب. مروة، قبل ما نخوض في البطولات اللي أخذتيها والأرقام اللي حطمتيها، حابة اليوم أتطرق إلى موضوع جدا مهم، وهو دخول البنت العراقية إلى مجال الرياضة، ونعتمد على تجربتك في هذا المجال. هل كانت الدخول سهل؟ هل كان هناك صعوبات؟ حابة اليوم أسمع منك مروة. طبعا هو بداية إذا نبدي الموضوع من الأهل، إذا الأهل كانوا داعمين للفتاة أو البتهم فهذا الشيء راح يكون كلش سهل بالنسبة لبقية الأمور. يعني الأهل هم الدعم الأول بالموضوع. نعم. باقي أنا صراحة أشوف كمجتمع دعمه كلش حلو للامرأة الرياضية، خصوصا الامرأة اللي تحقق انجازات، اللي ترفع اسم البلد، فتفاعل وياها جدا ايجابي وكلش اكو دعم كبير. فهو الدعم اذا بدا من الاهل حلو ودعمه وبتهم بمجال الرياضة، باقي الامور راح تكون اسهل. طيب ممتاز، اذا مثل ما قلتي انت الدعم الاول، اذا العائلة كانت هي الداعم الرئيس فكل شيء راح يكون سهل. زين انت دائما من حولك الفتيات تعرفين دعم الاول والاخير، طبعا الفتيات اللي بعمرك واللي حابين يدخلون المجالات الرياضيه وخاصه رمي المطرقه، تشوفين شلون يتعاملوا؟ هل يجدون صعوبات؟ صراحة اللي يعجبها انه تفوت مجال الرياضة لا ما راح تلقى صعوبات هواية من ناحية التقديم، خصوصا انه اكو مثلا بنات يعانون من السمنة، انه حلمهم يصيرون رياضيات، يعانون من السمنة، اللي رشيقات زايد، العاب الساحة والميدان بشكل عام هي العاب اللي تتضمن الركض والقفز والرمي، الركض والقفز تحتاج الى رشاقة بدنية وكذا ولياقة، العاب الرمي والعاب عندنا القوة البدنية وغيرها تحتاج بها اوزان، تحتاج الى حتى انه البنيه يكون عندها وزن، مو مشكله. فهواي اكو بنات حلمهم يصيرون بالرياضه يقولون لا بس احنا عندنا وزن، بالعكس اكو رياضات هي تتمنى هاي الخامات اللي عندها وزن واللي بنيتها قويه. فكلش انصح اللي عندها حافز انه تكون رياضيه، اللي تحب تحقق انجازات، اللي تحب يكون لها اسم، اللي تحب تكون اكو رقم عراقي مسجل باسمها وتحقق انجاز خارجي، فاني جدا انصحها يعني بهذا الموضوع. هذا ممتاز. إذا هذه الرياضات مثل رمي المطرقة يحتاج لها إلى قوة بدنية، يحتاج لها إلى جهد كبير. أكيد. فأريد أعرف إنه البدايات أو التوجه نحو هذه الرياضة، هل كانت هناك رياضات سبقتها اختبرتي نفسك بها أم لا كان الاختيار الأول هو رمي المطرقة؟
صراحة أنا من عمري 11 سنة أو 12 سنة بمجال الرياضة. نعم. فأول ما فتت المجال الرياضة خصوصا ساحة ميدان كان يحتاج للياقة بشكل عام قبل ما أختص بلعبة، فبديت لياقة بشكل عام بالركض والقفز وهيك شيء، بعد اختصيت مو برمي المطرقة، برمي القرص ورمي الرمح، كنت على فئة الأشبال. بصراحة حققت من أول بداياتي مراكز على العراق، فأني أحب اللعبة القوية واللي بيها منافسة، فشفت لعبة رمي المطرقة من الألعاب اللي جدا قوية وكلش بيها منافسة عالية، والبطلات اللي بيها بطلات عرب بطلات آسيا، فحبيت أدخل هذه اللعبة على صعوبتها وأنه أحقق بها إنجاز أنه أحطم أرقامها. نعم. فدخلت لها لعبة رمي المطرقة. ممتاز. تقريبا من سنة 2015-14 وأول رقم كسرته بسنة 2016. نعم. طب مروة، أنت عندك بطولات عديدة على مستوى العراق كمركز أول، وأيضا عندك مشاركات خارجية احنا كلها ذكرتها بالبداية. نعم. يعني بصراحة شلون تشوفين الإعداد للمشاركات الخارجية؟ هل هو يليق بمستوى البطولات؟ صراحة إعدادنا كان للمشاركات الخارجية نقدر نعد بصورة أفضل، صح كان إعداد جيد ولا بأس به، بس نقدر نعد بصورة أفضل يعني مقارنة بباقي الدول بإعدادها للبطولات، لا نقدر نعد بصورة أفضل حتى نحقق أرقام أكبر، لأن إحنا القابلية اللي عندنا مو نحقق فقط هذه الأرقام، بالعكس نحقق يعني أرقام أفضل، لأن هواي عندنا خامات وقابليات بالعراق تحقق إنجازات جدا قوية، لكن هو هذا اللي نفتقره يمكن شوية، الإعداد المتكامل للرياضي. نعم، هذه نقطة مهمة واحنا دائما ايضا نركز عليها ومن خلال ما نستمع ونشوف من كل الابطال اللي كانوا في ظهيرتنا. طيب ايش وقت راح نشوف لاعبة عراقية تشارك في الاولمبياد وتحرز لنا وسام؟ برأيك؟ طبعا كثير من الخامات عندنا بالعراق اللي ممكن تشارك اولمبياد. نعم. لان عندنا مواصفات جسمانية وبنية قوية وعندنا مواهب قوية، لكن نفتقر للإعداد الطويل المدى. يعني أنا اليوم من أريد أعد مثلا باقي الدول من يريدون يعدون الأولمبيات بعد لها 4 سنين يبدون معسكرات خارجية بدول مدربين، يبدون يعدون مو موضوع شهر وشهرين مثل ما إحنا نسوي قبل البطولة نعد بشهر وشهرين، لا إعداده يكون لمدة 4 سنين متتالية. صحيح. معسكرات خارجية. صحيح. جدا قليل أصلا يعسكرون معسكرات داخلية، فإحنا نفتقر هذا الموضوع. هذا الموضوع توفر عندنا تتخصص لنا ميزانيه لدرجه انه نعسكر خارج العراق او معسكر داخل بتوفير كل الشغلات اللي نحتاجها، ابد مو صعب نلقى اكثر من رياضيه شارك بالاولمبياد وتحقق انجازات ايضا. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا مروه. طيب مروه، انت حققتي بطولات كثيره محليه ودوليه، اي انجاز هو الاقرب لك؟ هل دائما الانجاز الاخير هو يكون الاقرب؟ لا، الانجاز اللي بيه الفرحه الاكثر والانجاز الاقوى هو اللي يكون الاقرب. يعني اني يعني اقرب انجاز على قلبي والانجاز الاكبر اللي حققته اللي هو الاول على العرب في تونس، وكسرت وقتها رقم عراقي لمسافه، اعلى مسافه عندي حاليا 48 متر ونص تقريبا. هذا كان من اقرب الانجازات وافضل الانجازات اللي حققتها. طيب شو الاستحقاقات القادمه اللي تنتظرها مروه او اللي تنتظر مروه؟ طبعا اول استحقاقاتي لهذه السنه، طبعا وهذا الموسم راح يخلص من السنه، فاخر استحقاقاتنا ان شاء الله هي بطوله العراق بعد شهرين تقريبا داخل العراق، والانجازات والاستحقاقات الخارجيه راح تبدي من موسم جديد من السنه القادمه، بطوله العرب، بطوله غرب اسيا، بطوله اسيا، واكيد الترشيح حيكون عن طريق اختبارات قبل البطوله حسب سيستم ارقام معينه يخلونا اياها، اللي يحقق هذه الارقام يتاهل للبطوله. ان شاء الله كل التوفيق وكل الخير ينتظرك مروه. مروه، انت حطمتي رقم او سجلتي رقم، خلينا نوضح للمشاهد انه شنو الفرق بين واحد يحطم رقم او يسجل رقم جديد وبين انه يحصل المركز الاول. المركز الاول مثلا اني هسه حاليا صار لي 6 سنين متتاليه على العراق اني احصل على المركز الاول برمي المطرقه. لكن أنا مو كل هاي 6 سنين أنا حطمت أرقام عراقية، الرقم العراقي هو رقم قياسي. يعني مثلا أنا رميت مسافة 46 متر. نعم. هذا رقم قياسي، البطولة اللي وراها أنا حققت أول، المركز الثاني بعيد علي، بس ما حطمت الرقم العراقي، مثلا رميت 45. نعم. بس أنا الأولى لكن ما حطمت الرقم، الرقم يكون هو مسجل باسم أحد أكبر رقم محققه، رقم قياسي، يختلف عن المركز الأول يعني.
مروه وين شايفه نفسك بعد كم سنه في هذا المجال؟ بهذا المجال طبعا اذا ازداد الدعم اكثر وازدادت المعسكرات التدريبيه وازداد الدعم من ناحيه الانديه اختص بهذا الموضوع. هسه انت باي نادي؟ وصراحه انت هسه باي نادي؟ انا حاليا صراحه بنادي بس صارت لي بعض الاشكالات بمعرفه اذا اقدر اذكرها او لا، لان انا اشكالات اذا شوفيها ضروريه صراحه ما يدعمون الرياضه النسويه داخل العراق. اذا شوفيها مروه اذا شوفيها راح تخدم قضيتك وملحها ليش لا؟ خلي يوصل صوتك. والله اني يعني يا ريت احكي بهذا الموضوع، يعني احنا اليوم من نحكي عن الرياضه النسويه بالعراق، اذا نريد ان ندعم الرياضه النسويه بالعراق، ليش ما نعطيها حيز مثل الرياضه الذكوريه بالعراق؟ يعني احنا هسه ما اريد ادخل بباقي الالعاب، كالعاب ساحه وميدان. اكو بعض الانديه اللي توفر رواتب عظيمه للرياضيين من فئه الشباب او المتقدمين الرجال. بس أندية النساء جدا قليلة برواتب قليلة. هذا الموضوع يعني أنا الكل مختصين الأندية، أنتم من تسوين النادي لازم تهتمون بالفئة النسوية، ما هي نفس المراكز دي يجيبون مثل ما الفئة الرجال دي يجيبون يعني أول على العراق أكو النساء تمييز واضح يعني أكو بالإضافة تمييز لأنه تمييز جدا واضح يعني بين رواتب وبين الدعم للرجال اكثر من النساء، وهناك انديه عريقه اصلا ما عندها مثلا اكو انديه فقط بالرجال ما مسوين فئه نسويه، الانديه اللي مسويه فئه نسويه قليله صحيح. وبرواتب جدا قليله وصراحه اني ناديه يعني رغم هذا وصار عندك بعض الاشكالات وبشكل يعني حرامات، يعني اني امثل طبعا نادي دجله الرياضي نعم. من الانديه الجيده صراحه بلشت وياها من بدايه السنه وحققت لهم مركز اول وثالث على العراق، لكن صار وياي اشكال بالنادي وهسه راح اطلع من النادي، يعني احنا بمشاكل نوعا ما السبب ما يسوى، يعني انه انتم تتعاملون ويا رياضيه بطله عندكم بالنادي بسبب انه لقاء ارادوا هيك شيء انه ما قدرت احصل لهم موافقه للقاء، انا دا اتمرن التمرين مال المنتخب العصر رادوا مني لقاء الصبح لصالح كليات دجله، وبسبب انه انسان بالنادي تواصل وياه فهمهم الطريقه بشكل غلط، هو قال لي قول لي اصحاب النادي هيك انا ما اقدر وهيك شيء، وبعدين اختلف علي بكلامه رغم انه هذا الشخص نفسه من راد يكون النادي اجاني اول الناس، لان انا اعرف كل الناس الرياضيين، قال لي منو اجيب بكذا لعبه، منو اجيب بكذا لعبه، منو ممكن تحقق لنا انجازات، يعني كنت جدا داعمه للنادي، انا كلش مقرب بهذا الموضوع، لان انا كنت جدا داعمه للنادي وكلش حابه النادي وكلش هواي حكيت بيه بالزين سابقا، فمن وراء انه موضوع بسيط والله لقاء تموز بالعشرة الصبح ما اخذت لهم موافقه وما قدرت اسويه، وصل فكرتي بصوره غلط لاهل النادي لاصحاب النادي بصراحه، لان هو قال لي روح قولي لهم هيجي، هو اللي اختلف علي، فصارت عندي الان انا بعض المشاحنات وبعض المشاكل يعني اللي خلتني الصراحه تعبت نفسيتي لدرجه ردت اترك الرياضه، لانه حرامات ناس كنادي عريق مثل دجلة اكو ناس تمثل او تنقل الصورة هيك غير صحيحة صراحة نحكيها يعني للأسف انتقلت الصورة غير صحيحة للأسف أسمع هذا الكلام، وخاصة أنه أنت بطلة يعني عربية ومحققة يعني كثير إنجازات محلية بالعراق ومحطمة أرقام، وهذا السبب أنه أنا بدي أسألك بس أنه لأنه في سيرتك أنت متنقلة من أكثر من نادي، يعني 5 نوادي أو 6 نوادي خلال هذه الفترة، فتصور أنه لازم صح هناك ما يكون الأندي. نعم أي تمييز أول شيء أو التمييز في الرواتب، طيب أنت كبطلة وأيضا حتى لو أحرزتي وسام ذهبي أو حققتي بطولة دولية مهمة المكافآت أيضا تختلف بين الرجال الرياضيين والنساء الرياضيات؟ هم أكو تفرقة بهاي؟ طبعا أول شيء خلينا نتحدث نعم اول شيء خلينا نتحدث بخصوص انه تعدد الانديه انا بديت من عمري قلت لك 12 سنه 13 فبديت بفئه الناشئات فكان عندي نادي مختلف فئه الشابات انديه مختلفه كل سنه كل موسم انا لازم اشارك النادي فينتهي عقد ويا يعني مده موسم كامل واطلع من النادي اذا لقيت النادي الافضل اللي يعطيني مثلا دعم اكثر طبعا. يوفر لي دعم اكثر انه انا اشارك لهذا النادي وفئات مختلفه نجي عن طريق التمييز صراحة يعني قلت لك أنه دعمنا بالعراق من ناحية الأندية جدا ضعيف يعني أنا هذا يمكن نعم الأندية تابعة لوزارة الشباب والرياضة أوجه لهم كلام أنه ضروري تهتمون بالفئة النسوية بألعاب الساحة وميدان لأنه بدها توفرون دعم كبير لفئة الرجال إحنا الأعداد برواتب عظيمة الشابات في الرياضات عندنا نقص واضح
يعني العدد قليل، فاحنا بنشوف بطلات صحيح المفروض انتم بدل ما تدعمون ندعمهم اكثر. صحيح بالضبط. أنا بدل ما أعزز هذا الموضوع، يعني أنا اليوم الشاب اللي يجيب بفئة معينة أول على العراق وأني أجيب أول على العراق بنفس اللعبة وبنفس الفئة، الشاب يستلم 4 أضعاف راتبي أني، هذا الشيء غلط. ليش؟ لأنه أول شيء ما راح يخلي إقبال للرياضة النسوية عندنا بالعراق، راح ندمر هذا الموضوع. ثاني شيء، ليش تخلون الرياضية البطلة اليوم واللي محققة إنجازات العراق والرياضية اللي تتحقق حتى إنجازات خارجية تتجه لغير مجالات؟ انه لا تخلي عالم تتجه الموضوع الرياضه، قلتي ولا قلتي قبل هي شويه يعني هي بالتالي هم تريد تكون نفسها. ومروه انت ذكرتي قبل شويه انت ممكن تحت هذا الضغوط وعدم المبالاه بوضعك او عدم المساواه ممكن انه انت توقفين الرياضه وتروحين تشوفي لك اي مجال اخر تشتغلين به، وهذا اللي احنا ما نشجع عليه ولا نريده. أكيد. شوفي أنا من حبي الكبير للرياضة، لأن أنا من صغيرة بمجال الرياضة، نعم. من حبي الكبير لها رغم شفت معاناة بس أبقى بها وأبقى أنه أقول للعالم أنه تجي للرياضة أو للبنات. بس أنا لو تجيني يعني علي شخصيا أنه بسبب هذا اللي دا يصير أنه دائما أنقهر أقول أنا ما أترك أدري بنفسي أنه أنا حبقى مستمرة لأن دا أحقق إنجازات، نعم. بس ليش اليوم تخلون الرياضية تفكر تترك هذا المجال بسبب دعمكم القليل وبسبب أنه رغم دعمكم قليل ورغم هذه الرواتب دا تسببون مشاكل هي بغنى عنها؟ الرياضي دا يجي دا يشترك لكم بطوله دا يحقق لكم انجاز، اوكي يمكن اني اليوم شخصيا ما مهتمه للماده لانه تعلمت على هذا الشيء واني الرياضه احبها عن حب يعني طبعا احقق هذه الانجازات، لكن احنا مو كل العالم عن حب ومو كل الرياضات راح تبقى عن حب ومو كل احد روح حتى عن حب راح يبقى وانتم تحاربوه وتسووا له مشاكل، فحرامات هذا الشيء. خلوا الاقبال اكثر، دعموهم اكثر، يعني لازم ترى احنا عندنا خامات والله بالعراق تحقق انجازات، يعني هسه لو تجون للملعب مالتنا تشوفون ملعب الوزاره وملعب الجادريه عندنا خامات تجي فظيعه، مواليد 2006 و2008 و2010 وطولها متر 85 بهيك عمر، هذني الخامات نحصل بيها بطولات عالم، يعني ما احكي بس عن نفسي، نحقق بهم بطولات عالم، نحقق بهم اولمبياد، بس وفروا لهم الدعم، وفروا لهم النادي اللي يخليها تستغني عن اي مكان اخر، يخليها خلاص الرياضه اليوم لازم نقدر الرياضي يكون عنده سيستم معين، يكون عنده مثلا مقارنه بباقي المجالات هو ما يهتم بباقي المجالات، لان هو رياضي محقق انجاز وماخذ استحقاقه اللي يريده واكثر، لا نسوي عكس هذا الشيء. صحيح. صحيح مروة. نقاط مهمة جدا أشارت إليها البطلة مروة. إحنا نريد أنه أكبر عدد من النساء يروحون إلى هذه الرياضات عفوا ويحققون إنجازات رغم كل الظروف الصعبة الآن، لإنجاز كبير رغم كل مو الدعم الكامل، الدعم الخجول إذا صح التعبير للبطلات العراقيات، لكن هم مع ذلك هم مكملين. أتمنى أنه النقاط اللي أشرتي إليها مروة جميلة، أنه كلها يأخذوها بنظر الاعتبار، ويجب إعادة صياغة مفهوم نظرة الاتحاد أو المسؤولين عن الرياضة إلى الرياضات النسائية، وكيف ممكن أنه نعززها ونشجع البطلات ونخلق قاعدة حلوة أو جميلة من النساء في هذا المجال. مروة جزيل الشكر، واكيد احنا وياك دائما ونحتفي ان شاء الله ببطولاتك القادمه، وابد لا تتخلين عن حلمك ان شاء الله. شكرا جزيلا. لا ناسي شيء، عندك كلمه اخيره؟ جدا اشكر تواصلكم هذا ودعمكم لنا. عندك كلمه اخيره توجهيها قبل ما انهي اللقاء؟ نعم. لا بس يا ربي اتمنى لكل التوفيق ولكل الرياضيين اللي ويانا ولكل البنات، وان شاء الله يصير دعم اكثر ونحقق انجازات ان شاء الله ترضي الجميع يا رب. ان شاء الله كل التوفيق، وتحيه لعائلتك الكريمه اللي شجعتك ووقفت وياك وساندتك، وهي كانت جزيلة. هذه الانطلاقه الاولى. العائله من تكون متفهمه اكيد راح تجي النتائج كلها ايجابيه. جزيل شكر مروه، في امان الله. شكرا جزيلا، مع السلامه. مع السلامة. شكرا.